شو صار بالبابونج؟ أمي أنا آسفة لأني بلا 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 أصلاً أنا ما عاد بدي لأنه ما في شيء ممكن يهديني بهالوضع. ماما حبيبتي لو سمحتي عادي خلينا نحكي. نحن مو حكينا كل الطريق؟ الموضوع تسكر، ما بدي أسمع ولا شيء بخصوص جوكان. بس يا أمي اسمعيني شوي، ما عم تخليني أشرح لك شيء. طيب تمام، أنا غلطت مفهوم؟ أنا عملت كل هالشي من راسي وتصرفت بطريقة غبية وفشلت وما كنت حاكي مع جوكان وخليت الكل يتحمسوا على الموضوع. بعرف. وشو النتيجة يا بانو؟ شو النتيجة؟ جوكان بيك قال بكل وضوح إنه ما عم يفكر يتزوجك. بس مو هيك قالت أمه. لكن شو قالت؟ قالت إنه من لما رجع من سيدني ما وقف حكي عنك أبداً. هلأ الموضوع بس إنه ما عم يوقف حكي عنك؟ أنتي مو لعبة حبيبتي، أنتي بنت ديمير جان، رجعي لوعيك. أمي أنا بحبه لجوكهان وبموت فيه، أنا عن جد كتير بحبه، ليش ما عم تفهميني؟ بانو أنتي ما عندك كرامة أبداً يا روحي. أمي ليش في كرامة بالحب؟ طبعاً أنتي ما بتعرفي لأنه بحياتك ما حبيتي حدا، لأنه أنتي بالنسبة إليك الحياة كلها بس شغل واجتماعات، مو هيك؟ بس ما تنسي أمي أنا ماني مثلك.